اللي عنده التهاب في المرارة حسيت ان انا ما عنديش طاقة اكمل اكتر من كده ويأس ان انا اخد حقي. عضلات المريء غير قادر على التفويت ولا حتى اللفظ، غير قادر على ترجيع الاكل. الفكرة كلها ان المريء العضلة بتاعته انا بكافح عشان ايه؟ بكافح عشان افوت، فهو معناه ان انا مش قادر افوت، وده معناه ان الشخص صاحبه عنيد عندي مش طبيعي، لان ما كانش حاجة بالظبط على مقاسه وما ياخدهاش. الناس دي صعبة جدا. تفلت البول كان بيحصل فين؟ في التراجون. انا مغصوب ان اعيش في مكان مش عايز اعيش فيه. قصة البول كلها ان عاده بتسمع في بعض، كلهم مربوطين بايه؟ بالتعليم. ادي قصه بقى الطب لما يتنطط ما بيعرفش يعمل فيه حاجه خالص. التراجون بقى اللي بحرقان ده بيبقى فيه اذى، انا عايشه في مكان بيأذي. انا بشرح عشان ندرك ازاي ان التماهي له علاقه مش بس بالنسيج، التماهي شعوري، والشعور في النسيج وفي مكان النسيج.